أعزائي طلبة وطلاب الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء. الحلقة بتاعتنا طبعا النهاردة تبقى حلقة مختلفة لأنها يعتبر تحت عنوان مسابقة برنامج مدرس على الهواء للمتفوقين على مستوى المحافظات. طبعا هديكم نبذة سريعة كده عن الحاجات اللي احنا هيتم تداولها إن شاء الله في الحلقة. أول حاجة احنا معانا بيشارك معانا النهاردة 25 مدرس من مختلف المحافظات في مختلف المواد الدراسية. ال 25 مدرس دول يعتبر مشاركين بحوالي 255 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. طبعا 255 طالب وطالبة اللي احنا هنكرمهم النهارده دول يعتبروا هم المتفوقين عند كل المدرسين اللي هم مشاركين معانا فين في المسابقة، فطبعا كلنا هنكرمهم كلهم بمنحهم شهادة تقدير. وبعد كده الفقرة الثانية هتبقى عبارة عن سحب عشوائي على 15 جائزة مالية قيمة لكل الطلبة المشاركين في المسابقة. بعد كده الفقرة الأخيرة هيبقى سحب عشوائي على شاشة تلفزيون. هنبدأ الفقرة بتاعتنا الأولانية ونبدأ نكرم الأساتذة اللي هم مش موجودين معنا في الحلقة. زي ما قلت لكم دلوقتي مشارك في المسابقة 25 مدرس، في منهم 14 يبقى موجودين معنا فعلي في قلب الحلقة، وفي 11 مدرس مش هيبقوا موجودين معنا. هنبدأ بتكريم الطلبة بتاعتهم وهنستأذن الأستاذة أمل تتفضل تكرم. تفضل يا فندم. مساء الخير لكل طلابنا الأعزاء، هنبتدي التكريم إن شاء الله، وعايزاكم كده إن شاء الله يكون في طاقة إيجابية. نبتدي التكريم. أستاذة صفاء أحمد بتكرم الطالب عمر سيد عبد الفضيل، والطالبة زينة صابر قاسم، والطالبة مريم أسامة مصطفى، والطالبة منة الله عبد الرؤوف إمام، والطالب عبد الرحمن حسن السيد أحمد، والطالب عمرو السيد ياسر موسى، والطالبة هاجر رضا أحمد، والطالب مهدي إيهاب كمال الدين، والطالبة منة هاني محمد أحمد، والطالبة سلمى محمد محمود محمد، مستر محمد البساطي بيكرم الطالبة ياسمين محمد غازي، الطالبة هيا حمادة سكون، الطالبة رماس مدحت شبار، الطالبة ملك محمد صيام، الطالب ساجد وليد النهري، الطالب يحيى سيد عاشور، الطالب عمر محمد وفا، الطالبة شهد رضا، الطالبة حلا زكي الطبيجي، مستر جمال سعيد بيكرم يوسف محمد بهاء، الطالب يوسف محمد بهاء، الطالبة مريم بهاء جمال، الطالب إسلام خالد مرسي، الطالب عبد الرحمن محمد حسن، الطالب أنور طارق محمد، الطالبة هنا أيمن محمد، الطالبة فاطمة عبد الرحمن الجهري، مستر محمد عبدو، الطالب محمد سيد فهمي، الطالبة فرح محمد عبد الحافظ، مستر محمد أبو بكر بيكرم الطالبة جهاد أبو السعود وجيه، الطالب هشام محمد عبد المنعم بحيري، الطالبة نيرة ناصر مصطفى، الطالبة حبيبة محمود الغزولي، مستر محمد فتح الباب بيكرم الطالب محمد شادي، الطالب محمد طارق، الطالب حمد وليد، الطالبة حبيبة أيمن، الطالبة حبيبة عصام، الطالبة نوران حسني، الطالبة آية محمد عبد الرحمن، الطالب فؤاد أحمد حسني، الطالب علاء رضا، الطالب جاسر عزام، مستر علاء عادل بيكرم الطالبة أسماء محمود عبد المجد، الطالبة سماح وائل شوقي، الطالبة زهرة عيد حماد، الطالبة نربت ناجح نوفل، الطالب محمد عبد المنعم عامر، الطالبة أروى بهاء فتحي، الطالب إبراهيم مصطفى محمد محمود، الطالب أحمد تامر الحنفي، الطالبة بسملة محمود عبد الغني، الطالب محمد حسام محمد شوقي، مستر علاء عادل بيكرم الطالبة أروى ياسر عرفات، الطالبة أسماء عبد الرحمن، الطالب عبد الفتاح صلاح، الطالبة ولاء محمد مصطفى، الطالبة إيمان سعيد أبو المجد، الطالبة أمنية عبد السلام محمد، الطالبة علياء محمد عبد الفتاح، الطالبة مريم تامر عبد العاطي، الطالب السيد محمد السيد المهدي، الطالبة فاطمة رمضان محمد محمد،
مستر علاء عادل بيكرم الطالبة سماح السيد السيد، الطالبة شهد أحمد عبد الهادي، الطالبة رنا محمد السيد، الطالبة نسرين عماد عبد العال، الطالب طارق محمد لطفي إبراهيم، الطالبة نيرة أشرف أحمد، الطالب محمد إبراهيم سعد، الطالبة آية منصور عبد الله، الطالبة بسملة هاشم توفيق، الطالبة دنيا صلاح علي. مستر علاء عادل بيكرم شيماء العربي رشاد، الطالب عبد الله محمد الشوافي، الطالبة إيمان عبده حمدان، الطالبة إنجي خيري خيري. مستر عبد الرحيم جويش بيكرم الطالبة عايدة أشرف محمد سيف، الطالبة آية مظهر السيد محمود، الطالبة هاجر أشرف إبراهيم السيد، الطالبة رحمة أحمد مسعود، الطالبة أمل عبده محمد عبده النجار، الطالبة خديجة أحمد إبراهيم، الطالبة رحمة محمد عبد العظيم، الطالبة هاجر الرفاعي، الطالبة مريم مختار علي، الطالب محمد عادل عبد العظيم. مستر عبد الرحيم جويش بيكرم الطالب عبد الرحمن محمد الدسوقي، بيكرم الطالب محمد عوض منصور، الطالب أحمد جمال علي أحمد، الطالب عبد الله مصطفى طه محمود، الطالبة مريم أحمد الشبراوي، الطالب يوسف محمد البياع. مستر رمضان التركي بيكرم الطالبة فاطمة جمال، الطالب مؤمن حسام، الطالبة يارا ممدوح، الطالبة روان جمال، الطالبة سماء إيهاب. مستر حبيب الرحمن بيكرم الطالب أحمد محمد حماد، الطالب عزت صلاح الدين، الطالبة مريم عصام السيد، الطالب حسام محمد العربي، الطالبة آية رمضان أبو اليزيد. كده تمام وبالتوفيق إن شاء الله. بتمنى كده لكل طلابنا الأعزاء يبقوا متفوقين وإحنا معاكم، وما تقلقوش وإن شاء الله الدنيا تبقى معاكم كويسة وبالنجاح بإذن الله. شكرا أستاذ أمل. هنبدأ الفقرة بتاعتنا الثانية بتكريم الطلاب المتفوقين عند المدرسين الأفاضل اللي موجودين معنا في الاستوديو، ونبدأ مع المستر خالد الجوهري. اتفضل مستر خالد. بتشرف ان امنح هذه الشهاده طبعا للطلبه المتميزين في ماده الكيمياء، وهم امينه محي الدين حمدنا الله، مريم سيف سيد، ميار احمد سامي، مصطفى محمد مصطفى، عبد الله عصام محمد عبد الله، دينا عاطف جبريل، محمد شرف رمضان، احمد نشأت محمد، يوسف ابراهيم شعبان، عبد الرحمن ياسر احمد. شكرا مستر خالد. لحظه واحده مستر خالد. شكرا مستر خالد حبيبي. اتفضل. هيكون معانا برضو في التكريم مستر محمد عبد اللطيف، يتفضل. أتشرف أن أمنح هذه الشهادة في مادة الفيزياء للطالبة منة عبد الفتاح سليمان، والطالبة رنا سمير أحمد السيد، والطالب محمد عبد الجليل، والطالبة أمنية محمد مصلحة، والطالبة همسة صبري عبد المعبود، والطالبة أميرة تامر جلال، والطالبة روضة أحمد الشحات، والطالبة هاجر محمود محمد، والطالبة صفا حافظ عبد المنعم، والطالبة ندى محمد السيد سيد أحمد. شكرا. أحسنت مستر محمد. شكرا.
حاضر حبيبي. تحية. تفضل تفضل. التكريم اللي بعد كده مستر أحمد عبد القادر. Good afternoon everyone. Good afternoon my students. أتشرف أن أمنح هذه الشهادة إلى الطالب المحترم مصطفى محمد حسن، والطالب عمر قرني حسن، والطالب أحمد نادي سلام، والطالب سيد محمود سيد، والطالب مصطفى رجب عبد الدايم، والطالب محمود عبد الباقي محمد، والطالب محمود علي طه، والطالبة المتفوقة هاجر محمد عبد الغفار، والطالب العبقري أحمد شعبان ذكري، والطالب المتميز باسم رضا محمود. وعقبال باقي الطلبة إن شاء الله. أحسنت مستر أحمد. شكرا مستر أحمد. تفضل. بعد كده هنكرم طلاب مستر إيهاب وهدان. يتفضل. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, peace be upon you and nice to meet you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع حضراتكم مستر ابو هدان مدرس اللغه الانجليزيه. بعد تكريم 5 من طلاب الجمعه اللي فاتت اتشرف اليوم بمنح هذه الشهاده. تكريم للطالب محمود احمد عبد المنعم البصيلي، الطالب محمد جمال حنفي حمزه، الطالبه رحمه حازم السنيتي، الطالبه منه عصام عبد الرحمن، الطالب يوسف عمرو حمزه، الطالب يوسف حمدي عزبان، الطالبه شهد هشام عبد الرحمن، الطالبة ابتهال السيد الكفراوي، الطالبة ندى محمد راشد، الطالب يوسف عبد الله عبد الستار الشموتي. مع تمنيات المزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله في الاسابيع القادمه لباقي الطلاب. شكرا مستر احمد. احسنت مستر ايهاب. تفضل. التوفيق تفضل. دلوقتي تكريم طلاب مستر أحمد العزب. تفضل يا مستر أحمد. مساء النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أحب أقدم الشكر لأسرة برنامج المدرسة على الهواء، تمام، وأشكرهم على الدعم المستمر لكل طلابنا وطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، ومن خلالهم هقدم إن شاء الله شهادات تقدير وتكريم لكل طلابنا المتفوقين، وعنهم الطالبة حبيبة طاهر رافع، الطالبة شهد عماد دياب، الطالبة مريم جمال يحيى، والطالبة ياسمين محمود نجاح، الطالبة رحمة عبد الحي عبد الحميد، الطالبة يارا صلاح أحمد، الطالبة دينا فؤاد راغب، الطالبة سلمى محمد النعماني، والطالبة روان عصام سامي، الطالبة سلمى منير حلمي، وايضا الطلاب فيروز احمد محمود، والطالبه سهر رمضان حماد، والطالبه رؤى محمد عبد المحسن. واتمنى المزيد ان شاء الله فيما بعد لكل طلابنا، واشكرك يا مستر احمد. احسنت يا مستر احمد. التوفيق ان شاء الله. تفضل. ودلوقتي هنكرم طلاب مستر مصطفى الفي. تفضل يا مستر مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلابي الاعزاء في ربوع مصر كلها، واخص بالذكر طلابي المتفوقين في مسابقه برنامج مدرس على الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالطالبه سميره سعيد سعد حضيري، الطالب أحمد عماد أحمد العفيفي، الطالبة سلمى وحيد محمد، والطالبة دنيا أشرف باشا. أكرم الطالبة كريمة مسعد العويسي، والطالب نصر وليد نصر، الطالب أحمد السيد أحمد يوسف، الطالبة سارة عبد العزيز النادي، الطالب عمرو خالد البربري،
الطالبة مريم حمدي علي. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ومزيد من التفوق والنجاح إن شاء الله. شكرا مستر أحمد. أحسنت يا استاذ. شكرا. بالتوفيق. التوفيق إن شاء الله. شكرا. تفضل. والآن مع تكريم طلاب مستر عمرو عبد العزيز. تفضل يا مستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما احنا عارفين ان لكل مجتهد نصيب، والنهاردة ان شاء الله هنمنح شهادات لطلاب المتفوقين. اتشرف ان امنح هذه الشهادة الى الطالبة جنة محمد السيد، الطالبة حنين ايمن عثمان، الطالبة شهد محمد ربيع، الطالبة شذا محمود عيسى، الطالبة منة السعيد بدر، الطالب عبد الرحمن أحمد الدبيكي، الطالبة منة محمد عبد الرحمن، الطالبة يمنى حسن عامر، الطالبة سهيلة أبو الفتوح الفواخري، الطالب إبراهيم عبد المنعم عامر. شكرا. بالتوفيق إن شاء الله. أحسنت يا مستر عمر. التوفيق إن شاء الله. تفضل. والآن مع تكريم طلاب مستر محمود أرطان. Peace be upon you all. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أولا أتقدم بأرق التحيات لأسرة البرنامج ومستر أحمد السعيد الإعلام المتميز لما يبذله من جهد عظيم في تكريم الطلبة الأوائل حتى يرتقي بهم لأعلى الدرجات. ونقوم دائما بتكريم الطلبة المتميزين في اللغة الإنجليزية كما كرمنا بالأسبوع الماضي بعض الطلبة، ونكرم الآن الطلبة الآتي أسماؤهم: الطالب ياسين إبراهيم ربيع، الطالب محمد بدوي عبد العظيم، الطالبة إيمان أحمد يوسف، الطالبة إيمان ناجح علي، الطالب عز الدين أحمد، الطالبة فاطمة عبد المحسن، والطالبة ملك ناصر عبد الفتاح، والطالبة فاطمة محمد فراج، والطالب السيد محمد السيد تيسير، والطالبة نرمين هلال عمارة. فلهم مني كل تحية وتقدير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم دائما وأن يلحق بكم بعضكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. شكرا مستر احمد. احسنت يا مستر محمود. بالتوفيق. شكرا حبيبي. التوفيق ان شاء الله. والان مع تكريم طلاب مستر محمود البياسي. خير على كل طلابي في كل انحاء الجمهوريه، واخص بالذكر طلابي الاعزاء. سعيد جدا ان اكرم بعض من طلابي، واخص معاذ محمد عبد الرحمن، والطالب زكريا احمد يحيى، الطالب علاء محمد حلمي، الطالبه مارينا لطيف عبد الشهيد، الطالبه مريم احمد هيكل، الطالبه منار حسن إبراهيم، الطالب سعيد أشرف مراد، الطالبة فاطمة الزهراء هشام، الطالب رحيم محمد فتحي، والطالب محمد وائل الباز. بالتوفيق والنجاح لكل طلابي، وفي أسابيع قادمة بإذن الله تعالى نكرم بعض من المتفوقين الآخرين. أشوفكم على خير بإذن الله. أحسنت يا مستر محمود. حياك مستر أحمد. بالتوفيق إن شاء الله. حبيبي. بالتوفيق حبيبي. بالتوفيق. تفضل. والآن مع تكريم طلاب مستر أحمد المهدي. تفضل يا مستر. مساء
الخير عليك يا مستر احمد وعلى كل العاملين بالقناه. اتشرف ان امنح هذه الشهاده لجميع طلابي المتفوقين والمتميزين في المرحله الثانويه، واخص بهذا الشكر الطالبه شهد محمد السيد محمد، الطالبه جهاد احمد علي مصطفى، الطالبه مريم جمال علي احمد، الطالب محمد المتولي احمد المتولي، الطالبه ضحى خالد محمد، الطالبه شروق وحيد محمد المرسي، الطالبه ايمان عطيه السيد العدلي، الطالبه روان علي السيد احمد، الطالب خالد محمود احمد محمد، الطالب مصطفى تامر مصطفى كامل، وخالص تحياتي لجميع طلابي المتميزين. شكرا يا مستر احمد. احسنت يا مستر احمد. توفيق ان شاء الله. توفيق تفضل. والان مع تكريم طلاب ميسيو احمد الفقي. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Être bien, bonne santé, j'espère. طبعا النهارده استمرارا للصعود الى منصات التتويج اللي بدات من الاسبوع الماضي بتكريم 5 من الطلاب المميزين عندي الاسبوع الماضي. ان شاء الله نستمر في التكريم وظهور بعض الطلاب المميزين، وابدا بمازن محمد محمود، يوسف شريف مكرم، إبراهيم صالح إبراهيم، رنا محمود خضري، سيف أحمد عبد المحسن، سمر أحمد شاهين، مدنة نادر عطا، سيف إيهاب فاروق، هاجر عادل شاهين، فاطمة محمد أحمد علي. طبعا دي مش النهاية، لسه دي البداية، وإن شاء الله استمرارا في الأسابيع المقبلة هيتم تكريم العديد والعديد من الطلاب. مي فيليسيتاسيون، ميرسي بور. احسنت يا مسيو. حبيبي بالتوفيق. توفيق ان شاء الله حبيبي. اتفضل. والان مع تكريم طلاب مسيو هيثم عمر. اتفضل يا مسيو. Bonsoir à tous, félicitations et je vous espère un bon avenir. النهارده ان شاء الله هنكرم استكمالا للتكريمات اللي قام بها مستر احمد خلال الاسبوع اللي فات. ان شاء الله النهارده هنكمل باقي تكريماتنا. اتشرف اني انا امنح النهارده التكريم الخاص بالبرنامج للدكتور محمد احمد عبد المنعم، دكتور المستقبل ان شاء الله مصطفى ممدوح عوض، دكتورة المستقبل ايمان امام، دكتورة المستقبل أسماء محمود، دكتورة المستقبل فاطمة أحمد، دكتورة المستقبل إسراء محمد، دكتورة المستقبل لبنى حسني، دكتور المستقبل أحمد فتحي، دكتورة المستقبل حبيبة مجدي، دكتورة المستقبل بسملة يسري، دكتورة المستقبل نوران أيمن، دكتورة المستقبل ملك محمد فهمي، دكتورة المستقبل نور أحمد صلاح، دكتورة المستقبل ملك وائل، ودكتور المستقبل بإذن الله هشام عبد الحميد. وإن شاء الله خلال الأيام اللي جاية يبقى فيه تكريمات إن شاء الله أفضل بكده كتير من كده إن شاء الله. شكرا مسرح. أحسنت يا شيخ. بالتوفيق. بالتوفيق إن شاء الله. والآن مع تكريم طلاب ميسيو حمادة عبد الرازق. تفضل يا ميسيو. بونسوار تو لو موند. مساء الخير على كل السادة المشاهدين. مساء الخير على كل طلبة وطالبات الثانوية العامة. كل الأمنيات لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق إن شاء الله. بنقول برافو لكل الطلبة المتفوقين، وأبدأ بالطالب إسلام خالد عويس مع الطالبة سارة السيد أبو العزم، طالبة فتول رضا ثابت، الطالب المتميز مينا فايز ميلاد، الطالبة المتميزة منة رضا فهيم، الطالبة
أستير أيمن حلمي، والطالبة نورة أشرف مهدي، والطالبة المتميزة أيضا رنيم عبد الكريم الحوت، والطالب يوسف محمد الشهابي، وأخيرا عمر وليد هيكل. كل الأمنيات لكل الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. توفيق يا ماشي يا حبيبي، تفضل. واخيرا هنكرم طلاب ميسيو عمر عمري، تفضل يا ماشي. بونسوار توس، النهارده احنا هنكرم الطلبه المتفوقه معانا. هنبدا بالطالبه رقية احمد عبد الفتاح، الطالبه مريم خالد، الطالب وهاب محمد زكريا، الطالبة حنين محمد، الطالب عمرو خالد عبد السميع، الطالبة آية مصطفى علي، الطالبة أماني فرحان السيد، الطالبة جاسمين محيي أحمد، الطالب عمر أنس، الطالب مينا عاطف. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. أحسنت عليه. التوفيق ان شاء الله. كل التوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء، وطبعا انتظرونا في الاسابيع القادمه ان شاء الله في تكريمات ثانيه لكل الطلاب المتفوقين باستمرار بشكل دوري على مدار العام الدراسي. والفقره الجايه بقى هي فقره السحب العشوائي على الجوائز الماليه او السحب على شاشه التلفزيون، انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونستكمل مع بعض المسابقة بتاعتنا ونشوف بقى ايه. طبعا الفقرة دي مبنية على الحظ بنسبة 100%. الفقرة دي مبنية على الآتي، احنا معانا 15 علبة، ال 15 علبة دي كل علبة جواها مبلغ مالي معين، تمام، ومعانا شاشة تلفزيون هيبقى عليها السحب في الفقرة الأخيرة. دلوقتي هنطلب من كل مدرس ان هو يختار علبة من اللي موجودة معانا بشكل عشوائي وهيفتحها، هيبقى فيها المبلغ المالي اللي هو الجائزة اللي هيفوز بها الايه الطالب بتاعنا. اوكي، هنبدا اول فقره، تمام، ونبدا بمين؟ استاذن مستر حسن، مستر احمد، الورقه اللي على الاستاند بعد اذنك في اسماء المدرسين. شكرا. نبدا مع مستر خالد الجهري، اتفضل يا مستر خالد. هنستاذن حضرتك هتختار لنا علبه بشكل عشوائي، اي علبه تعجبك فيهم وتفتحها. افتح الظرف. نستأذن الكاميرا، ده شيك موجود في قلب الايه، في قلب الظرف. الظرف فيه حاجتين، تمام، دي عشان دي فقره المدرسين اللي معايا حتى ما يعرفوهاش. المفروض كل ظرف فيه مبلغ مالي، وجوه الظرف فيه شيك بنفس المبلغ، فيه مبلغ يعتبر مقدم بالبرنامج سواء 200 او 300 او 500 او ايا كان الرقم، وفي مبلغ مضاعف المدرس نفسه هيدفعه للطالب بتاعه على حسب الحظ بتاعه. فدلوقتي مستر مفاجأة حلوة، تمام. فكده دلوقتي ده المبلغ اللي جوه الظرف بتاع مستر خالد عبارة عن 200 جنيه، هنشوف مين الطالب اللي هيفوز بيه دلوقتي، وفي شيك برضه ب 200 جنيه، تمام. هنستأذن بقى مستر خالد هتختار لي رقم من 1 لحد 32. أي رقم؟ 4. أربعة. مستر خالد خلاص ادي الظرف بقى لأستاذ أمل. رقم 4 مستر عبد الرحيم جويش. أوكي، يبقى الفائز معنا مستر عبد الرحيم جويش. أوكي، هنستأذن حضرتك تختار لنا رقم من 1 لحد 10. 8. يبقى الطالب الفائز عند مستر عبد الرحيم جويش هاجر الرفاعي الطيب.
هاجر الرفاعي. طيب يا استاذ امل، اسم المدرس عبد الرحيم جويش، اسم الطالبه الفائزه هاجر رفاعي الطيب. تمام مستر خالد. الف مبروك حبيبي، اتفضل. مستر محمد عبد اللطيف، اتفضل. استاذ حضرتك تختار علبه بشكل عشوائي. كده الفائز 200 جنيه تمام، والشيك ب 200 تمام. يعني معنى كده ان الطالب اللي هيفوز دلوقتي هيستلم المدرس بتاعه 400 جنيه. جميل تمام. مستر محمد عبد اللطيف اختار لنا بقى رقم، خلي المايك معاك، اختار لنا رقم من 1 ل 32. طب احنا خدنا 4 خلاص. طيب ناخد رقم 3. رقم 3. رقم 3 مستر هيثم عمر. يبقى الفائز معنا مستر هيثم عمر، طبعا هو موجود معانا تمام، استاذ اللغه الفرنسيه الكبير. هتختار لنا رقم من 1 ل 10. من 1 ل 10. اه 3 برضه. 3 برضه. يبقى الطالبه الفائزه عند مسيو هيثم عمر الطالبه ايمان امام. ايمان امام. اوكي ده 200 جنيه بس. تمام ماشي. جميل. مستر احمد عبد القادر، برضه واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يطلع طلاب. طلاب في الأرقام بقى. أنا هاخد دي. تمام. حضرتك يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هدفع مش عايز حد يطلع تاني. معنى الفقرة دي معتمدة على حاجتين. طالب عايز ياخد رقم كبير ومدرس بيدعي إن هو يطلع قليل. إن شاء الله 200. 400. 400. يبقى اللي هيفوز هنا هيدفع 800 جنيه للطالب. جميل؟ تمام. مستر احمد حط الفلوس في العلبه بتاعتها. عايزين بقى حضرتك تختار رقم من 1 ل 32. 1 ل 32. اه اختار رقم 2. رقم 2. رقم 2 مسيو حماده عبد الرازق. الفائز مسيو حماده عبد الرازق، وطبعا استاذ اللغه الفرنسيه الكبير موجود معانا. هتختار لنا بقى برضو رقم من 1 لحد 10. رقم 3. رقم 3 عند مسيو حماده عبد الرازق الطالبه بتول رضا ثابت. الطالبه بتول رضا ثابت. الف مبروك. الف مبروك. شكرا مستر. شكرا حبيبي. مستر إيهاب وهدان. اختار لنا علبة بشكل عشوائي. شكل عشوائي اللي كنا عارفها. انت وحظك. ماشي ناخد دي. تمام اتفضل. ب 100. يبقى الطالب الفائز المفروض هياخد من المدرس 200 جنيه. تمام. طيب استأذنك بقى تختار لنا رقم من 1 ل 32. 9. 9. تسعة مستر أحمد بدرة. مستر أحمد بدرة أستاذ اللغة الإنجليزية الكبير معانا في البرنامج. هنستأذن حضرتك بقى تختار رقم من 1 ل 10. 9. 9. الطالبة الفائزة عند مستر أحمد بدرة هي الطالبة روان أحمد بدرة بنته. روان أحمد بدرة. ألف ألف مبروك. مبروك يا روان. ألف ألف مبروك. تمام حبيبي. حبيبي. في حبيبي. كده مش هيديها الفلوس. مستر أحمد العزب. ازيك يا حبيبي؟ اختار لنا علبة بشكل عشوائي كده. ناخد دي. اتفضل.
برضه معانا ب 300. تمام كده 300 جنيه للطالب الفايز، وخسارة على المدرس اللي اسمه هيطلع معايا دلوقتي. محدش كده يبقى الطالب الفايز دلوقتي، الطالب الفايز دلوقتي 300 والمدرس هيدفع 300، يعني الطالب هياخد 600 جنيه. تمام، هنستأذنك تختار رقم من 1 ل 32. رقم 12. استأذن حضرتك تيجي كده عشان ما حدش يبص في الورق. رقم 12. تمام رقم 12. رقم 12 مستر احمد عبد القادر. الف الف مبروك. مستر احمد عبد القادر. تمام. اختار لنا بقى رقم من 1 ل 10. 9. جميل. الطالب الفائز عند مستر احمد عبد القادر عمر اوراني حسن. بالنص بقى يا اوراني. عمر اوراني حسن. تمام الف الف مبروك. الف مبروك يا عمر. تمام حبيبي. انا مؤاخذه بس بحق. بالله عليك اوعى تسيبه يا عمر، اوعى تسيبه. مستر مصطفى الفقي. حبيبي استاذنك تاخد لنا علبه بقى بشكل عشوائي من اللي قدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اختار اللي قدامنا دي. جميل. ماشي يا مستر. 100 جنيه. 100 والشيك فيه 100 يعني 200 جنيه. 200 جنيه. تمام؟ هتبقى خفيفة شوية على المدرس. جميل جدا. اختار لنا بقى رقم من 1 ل 32. من 1 ل 32 رقم 7. رقم 7. رقم 7 مستر حبيب الرحمن. حبيب يا حبيب. أستاذ اللغة الإنجليزية مستر حبيب الرحمن هو الفائز معانا. ومستر مصطفى بقى تختار لنا رقم من 1 ل 5. 3. انا بحب الاعداد الفرديه. جميل جدا. رقم 3 الفائز عند مستر حبيب الرحمن الطالبه مريم عصام السيد. مبروك مريم عصام السيد. الف الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك حبيبي. حبيبي شكرا حبيبي. بعد كده مستر عمرو عبد العزيز. اتفضل اختار لي علبه بشكل. ميتين جنيه وشي بميتين برضه. تمام يبقى الطالب او الطالبه اللي هيفوز هياخد 400 جنيه. تمام طيب هنستأذن حضرتك الشيك. نستأذن حضرتك تختار رقم من 1. انت اختار رقم الصفحه الاول من 1 ل 32. اسم المدرس 7. 7 احنا اخترنا 7 قبل كده. 8. 8 8 مستر محمد عزت. مستر محمد عزت طبعا استاذ اللغه الانجليزيه الكبير اللي كان المفروض يبقى موجود معنا الحلقه دي وان شاء الله نشوفه في الحلقات القادمه باذن الله. ماشي مستر عمرو عايزين بقى رقم من 1 ل 5. 4. 4. 4 الطالبه اماني طاهر عاشور. اماني طاهر عاشور. الف مبروك. الف الف مبروك. مستر محمود قرطان. اتفضل يا مستر. اتفضل اختار علبة. بسم الله. يا موسى. بسم الله. مين المدرس؟ بسم الله. طبعا 400 جنيه.
طبعا الطالب الفائز هنا ياخد 400 جنيه وزيهم اللي في الشيك والمدرس يا طالب يبقى 800 جنيه الطالب الفائز. هنشوف مين دلوقتي يا طالب مين ده؟ مين سعيد الحظ؟ 400 جنيه وطبعا الشيك كان 400 يعني 800 جنيه. استاذنك ادي الشيك للاستاذ امل. طبعا من 1 ل 32 رقم من 1 ل 32 طيب يبقى نختار رقم 5 5 اوكي 5 مستر عبد الرحيم جويش تاني تمام مستر عبد الرحيم جويش تاني اوكي طيب استاذنك اختار لنا رقم من 1 ل 6 طيب يبقى 5 من 1 ل 6 5 يبقى الطالبه الفائزه عند مستر عبد الرحيم جويش مريم احمد الشبراوي مبروك يا مريم مريم احمد الشبراوي مريم سامحني اشوفك هتاخد 800 جنيه من مستر عبد الرحيم اتفضل شكرا تمام حبيبي مستر محمود البياسي اتفضل اختار علبه الاول ايوه جنيه جميل والشيك شيك بنفس القيمه تمام شيك بقيمه 200 جنيه ماشي يبقى 200 جنيه وشيك بنفس القيمه 200 جنيه جميل جدا ندي الشيك للاستاذه امل هنستاذن حضرتك بقى تختار رقم من 1 ل 32 اختار رقم محمد صلاح نختار 10 10 جميل 10 مستر خالد الجوهري طبعا مستر خالد الجوهري معانا استاذ الكيمياء الكبير تمام وهنشوف المبلغ المالي اللي هيطلع عنده قد ايه بقى دلوقتي استاذن حضرتك بقى اختار رقم من 1 ل 10 من 1 ل 10 طيب نختار 10 برضه نختار 10 من الحب الطالب عبد الرحمن ياسر احمد عبد الرحمن ياسر احمد مبروك عليك الف الف مبروك الف مبروك الف الف مبروك شكرا مستر حبيبي مستر احمد المهني سامحوني اتفضل اجزاء لمين اتفضل تيمم طلب الفائز معانا 100 جنيه وشيك ب 100 جنيه 100 100 جميل جدا الف الف مبروك للطالب الفائز نشوف مع بعض كده بقى اختار لنا رقم 17 رقم 17 17 مستر جمال سعيد مستر جمال سعيد جميل طيب اختار لنا بقى رقم من 1 ل 7 خمسة الطالب انور طارق محمد الطالب الفائز انور طارق محمد الف الف مبروك مرحبا مسيو احمد الفي اتفضل ده طبعا 100 جنيه وايضا الشيك ب 100 جنيه جميل جدا الف مبروك للطالب او الطالبه الفائزه اللي هنشوفه مين دلوقتي ماشي اتفضل يا مسيو اختار لنا رقم من 1 ل 32 طيب بما ان الجمعه اللي فاتت كان يوم مميز بالنسبه لي ده كتب فيه تمام فين اسم الطالبه انور تدينا بعد اذنك انور انور طارق محمد
جميل جدا. مسيو احمد، زي ما قلت يعني الجمعه اللي فاتت كان يوم مميز بالنسبه لي، فتاريخ الجمعه اللي فاتت كان 22. تمام، وهو على رقم امير القلوب كمان، يعني نختار 22. 22 22 مستر محمد فتح الباب، استاذ اللغه الانجليزيه الكبير معانا، الف الف مبروك. اختار لنا رقم من 1 لـ10. نختار 5. نختار 5. الطالبه حبيبه عصام. طالبه حبيبه عصام، مليون مبروك يا حبيبه. الف الف مبروك. الف مبروك. شكرا يا مستر. حالا ماشي. اوكي، فاصل قصير ونرجع لكم تاني ان شاء الله. شكرا. رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل المسابقه بتاعتنا، ونستاذن مسيو هيثم عمر. يتفضل. اتفضل يا مسيو، اختار لنا علبه بشكل عشوائي كده من قدامك. ميت جنيه وشيك برضو. يبقى الفائز، الفائز طبعا المسابقه 100 جنيه، وهياخد من الشيك طبعا 100، يبقى كده ايه المسابقه ايه 200 جنيه. تمام، استاذنك تختار رقم من 1 لـ32. اختار رقم 1. اختار رقم 1. احنا مش خدنا 1 قبل كده بتهيألي. رقم 1 مسيو عمر عمري. طبعا هو موجود معانا استاذ اللغه الفرنسيه. الف الف مبروك. تمام، اختار رقم بقى من 1 لـ10. رقم 8. رقم 8 الطالبة جاسمين محي أحمد. جاسمين محي أحمد، ألف مبروك. شكرا حبيبي. مسيو حمد عبد الرازق. مسيو حمد عبد الرازق، اختار علبة. بسم الله. إن شاء المهم يبقى في حظ كويس، طالب او مدرس يعني. تمشي 200 جنيه. جميل جدا، وشيك ب 200 جنيه. نفس الشيك برضو بنفس الرقم. جميل جدا. اختار لنا رقم بقى من 1 لـ32. استاذنك ادي شيك لاستاذ امل. اختار لنا رقم من 1 لـ32. اخترنا 10 صح؟ مظبوط. تمام. نختار 16. 16. مش موجود ولا 16. 16 مستر علاء عادل، استاذ اللغه الانجليزيه الكبير. الف الف مبروك. جميل جدا. هتختار لنا رقم من 1 لـ4. نختار 4 ان شاء الله. 4 الطالبه انجي خيري خيري. بالمناسبه الطالبه دي مستر محمد لسه، سوري مستر علاء لسه مالين الرقم بتاعها تقريبا النهارده الصبح. الف الف مبروك. الف مبروك يا انجي. الف مبروك. جميل جدا. ان شاء الله كده مزيد من التفوق. حبيبي ان شاء الله. واخيرا مسيو عمر عمري. اتفضل يا مسيو. اختار لنا علبه. جنيه. 500 جنيه يعني الطالب الفائز هياخد 1000 جنيه. ما تمام. ادي الشيك للاستاذ امل. يا ترى تطلع بنت ولا ولد؟ ادي الشيك للاستاذ امل. اختار رقم من 1 لـ32. اختار رقم 17. رقم 17. ثلاثين
رقم 17 هو تم اختياره قبل كده ولا ايه؟ تم اختياره 17 هتستأذنك تختار رقم ايه؟ 30 رقم 30 جميل جدا رقم 30 مستر احمد المهدي معانا استاذ التاريخ الف الف مبروك للطالبه البيضاء هتختار بقى من رقم من 1 ل 10 من 1 ل 10 رقم 6 الطالبه الفائزه عند مستر احمد المهدي شروق وحيد محمد المرسي شروق وحيد هتاخدي 1000 جنيه من مستر احمد تمام النص بقى العلبه الاخيره بقى بالنص يا شروق كتبتي اسمها تمام استاذ امل بقى هنستاذنك تفتح لنا العلبه دي بسم الله الرحمن الرحيم ٣٠٠ جنيه 300 يعني 600 جميل جدا اختار لنا بقى استاذ امل رقم من 1 ل 32 من 1 ل 32 طب 25 25 25 مستر احمد العزب طبعا استاذ اللغه الانجليزيه موجود معانا تمام اوكي الف مبروك اختاري رقم بقى من 1 ل 10 13 مستر احمد العزب لا 13 كتبت مستر احمد العزب اوكي تمام من 1 ل 10 من 1 ل 10 انا الصفحه اللي عندي نختار 5 5 رحمة عبد الحي عبد الحميد مبروك يا رحمة طالبة رحمة عبد الحي عبد الحميد تمام رحمه الف الف مبروك طبعا كده احنا عملنا سحب على 15 جائزه ماليه وكل جائزه زي ما قلنا في جائزه ماليه وفي شيك اوكي احنا جمعنا الشيكات دي باسماء الطلبه اللي فازت واسماء المدرسين وحطيناهم في الدوره اللي معانا ده استاذن اي حد من المدرسين بقى ايه يلخبط الكلام ده استاذ محمد ده تمام مين استاذ اكبرنا سنا بقى هنا اطول بقى خلينا لا لا اكبرنا سنا طب خلينا نخلي العنصر النسائي انا اللي استاذ امل اختار لنا بقى خلي بالكم بقى يا جماعه ده السحب على شاشه التلفزيون الاسم اللي هيطلع دلوقتي هو اللي هياخد الشاشه بتاعه الايه التلفزيون جميل عايزين نعرف مستر احمد اللي هيكسب الشاشه المدرس هيجيب له ثلاجه ولا ايه؟ لا 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 كفايه كده هيجيب له شاشه زيها لو طلعت طالبه هيجهزها بسم الله الرحمن الرحيم يا ترى مين سعيد الحظ بسم الله بسم الله الطالب او الطالبه الفائزه بالشاشه يا ريت المخرج يعمل لنا اي موسيقى تصويريه كده عنصر السسبنس هاجر الرفاعي مستر عبد الرحيم جويش مبروك. الف الف مبروك مبروك يا هاجر مبروك هاجر الرفاعي مستر عبد الرحيم جويش الف الف مبروك هي الطالبه الفائزه بشاشه التلفزيون طبعا انتظرونا في حلقات قادمه ومسابقات قادمه وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله بشكر كل الكاست الجميل اللي هو معانا والتوفيق لكل طلابكم ومعلش لو كنا غرمناكم الشاشه هي يا جماعه الشاشه جميل طبعا هنمسك بقى ايه الجائزه كده ايه نمسكها كلنا مع بعض الف مبروك لهاجر تعالوا والف مبروك لمستر عبد الرحيم جويش الف الف مبروك مبروك يا هاجر ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله كل التوفيق لكل طلابنا الاعزاء شكرا لكم جميعا شكرا